فرح نلتقي وأهلا بسحر. النقد في عالم الفنون هو الميزان الذي يضبط إيقاع الأعمال فيجعل الطريق الأجمل واضحا ويرشد الفنان إلى صواب الطريق. هذا فيما نسميه النقد البناء. أما النقد لمجرد النقد وأثبات الوجود وخاصة لغير العارفين والمتخصصين فهو أمر كارثي على الفنان، يهمش العمل الفني ويبخس في عطاء الفنان، يبدو وكأنه وجوده من عدمه أمرا سيان. دائما على المحبة نلتقي وأهلا وسهلا بكم. مثل ما بنعرف اليوم ضيف الحلقة الفنان علي السيد. مرحبا أستاذ علي وأهلا وسهلا فيك بالعود هوست وبرنامج صنع بسحر. أهلا وسهلا بك، شكرا لك أستاذ عزمت وعلى المقدمة الجميلة، وشكرا للدار على الإضافة ولو إحنا من أهل الدار. أكيد طبعا. شكرا على الإضافة، وإن شاء الله يكون البرنامج مفيد للناس ونوصل الفكرة بالنسبة للنقد والنقد البناء. أحسن. كمان معنا فرقة شمس، منرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم. كل واحد يعرف عن نفسه. رعد مهدي أعضاء الفرقة ومن مؤسسيها، ولازلنا نعمل بهمة من خلال دار العود لنشر الثقافة الموسيقية ومن أجل جعل مدينتنا مالمو منبر جديد لهذا الفن الجميل من خلال دار العود. شكرا لكم. شكرا لك. نجم الهمة، أنا اليوم في دار العود أرحب بكم أزمة التأهيل وأقدم هاي دار العود إنه كل التوفيق والمحبة استضافتهم إنا مع فرقة شمس وأنا زميلهم. أتمنى لهاي الدار كل الخير والمودة والاستمرار بالوفاء الفني والموسيقي والعاملين في هاي الدار، وعلى من ضمنهم الأخ العزيز الفنان عزمت والأخ العزيز علي العامري، كما نشكر معنا وجودنا اليوم الأخ علي السيد وإحنا باستضافته، وشكرا لكم جميعا. أهلا وسهلا فيك نجم. شكرا للجميع على جمال هادي تعودتوا تشوفوني كم مرة من خلال دار العود وغير دار العود. نتمنى أنه تشوفونا بصورة أحسن في هذه المرة، مساعدة دار العود واهتمامهم بينا. أهلا وسهلا جمال. أنا اسمي رندا، ما أصور ما أقدر أضيف عن اللي ضافه هو على مود الوقت، بس أتمنى النجاح للجميع. تسلمي يا رب. هذه إلهام الوردي أحد عضوات فرقة شمس، نشكر دار العود استضافتنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا فيكم طبعا جميعا. علي السيد كثير ناس بتعرفك بمالمو أكيد وحتى خارج مالمو، فياريت تعرفنا عن نفسك أو تعرف جمهور اللي ما بيعرفك عليك. يعني أنا اسمي علي السيد، صار لي فترة هنا بالسويد ومن مواليد دولة الكويت، وعشت هناك تقريبا من أنا صغير لحد ما طلعنا وجينا ويا الأهل هنا بداية التسعينات للسويد، واشتغلت تعلمت ودرست موسيقى لمدة سنتين كورس بس علشان أعرف أنه أقرأ النوتة وأعرف الأوزان، واستمرينا ببعض الحفلات وبعض الفرق اللي شاركنا بيهم أو معهم مع المطربين، وشاركت مع كثير مطربين اللي إجوا من برا سواء العظماء الكبار كعراقيين أو عرب بحفل، ونشتغل ويا باقي الشباب اللي موجودين هنا واللي إجوا الشباب آخر شيء مؤخرا اللي إجوا للسوي. طبعا أهلا وسهلا فيك. أنت الأصل عراقي وكنت عايش بالكويت؟ نعم، عراقي الأصل وعايش بالكويت. نعم، حكينا شوي عن كيف أسست فرقة الذكريات. فرقة الذكريات صراحة هو الاسم، احنا قعدنا انا والشباب، انا واستاذ هيثم الربيعي عازف الدرامز، وكان ويانا عازف بيس جيتار هم استاذ سعد الخميسي،
فكنا دا نشتغل ويا باقي المطربين واكثر شيء كنا نشتغل اللون العراقي. فقلنا نريد نسوي فد شغله انه ترجع المستمع الى البلد الى الحنين او نلعب على هذا الوتر. بالبدايه سمينا الفرقه مجموعه ذكريات اللي هو يعني مجموعه ذكريات للشخص. بعدين شفنا الاسم طويل اذا ينكتب بكل اعلان او اذا ينذكر مجموعه ذكريات. شالت المجموعه بقت بس ذكريات. تاسست من ال 99 واستمرينا لحد الان وان شاء الله نحقق الشيء اللي نريده ونوصل الشيء اللي نريده للناس. شو اللي كانت العقبات يعني في الطريق؟ ما بنقول شو كان الطريق سهل، اكيد مو سهل، طريق الموسيقى مو سهل. نعم. يعني مثل ما بنعرف ومثل ما بيعرفوا كل حتى المشاهدين، شو يعني اهم العقبات كانت تواجهكم صراحه كجروب؟ يعني كجروب هو التزام الموسيقيين. هو هذا الشيء الوحيد اللي، لان تعرف انت ان تاسس جروب موسيقي ويكون لايف، تشتغل لايف بدون رتم الكيبورد، معناها انت لازمك بروفات، لازمك توحيد الشغل اللي دا تشتغله. زائدا بعض الشباب اللي يجي اللي يقول لك اني ما اقدر التزم بالوقت ولا اقدر التزم ان باستمرار البروفات، وهذا ياثر على العمل. يعني كثرة البروفات هو مو غلط، بالعكس صحيح. أنا أشوف أنه كثرة البروفات هو قوة الفرقة طبعا، فهي هذه صراحة المعضلة الوحيدة. أما باقي الشغلات ممكن هي هذه أهم شيء. أهم شيء أنه أنا ملتزم فرقة، لازم أعرف بالبداية أنه أكو بروفات، هو هذا الشيء العقبة الرئيسية. ليش يعني كانت الموسيقيين يعني ما تقدر تجي على البروفات او ما تقدر؟ هل امور ماديه ام امور نفسيه ام شيئا اخر؟ هو من استاذ عزمه تعرف انت من كل شخص شخص يختلف. اكو بعض الاشخاص والشباب، وانا انطي الحق لكل شخص بعذر، بس اكو عذر منطقي، بس انا من اباوع المشكله بشكل كامل لازم اتجاوز بعض الامور. مثلا اذا بعض الموسيقيين يجون يقول لك اني يعني مدى تفيدني الشغله انه ماكو فلوس عليها، وكانما انه هو جاي من جبناه من فرقه كان يعزف ويا مطرب درجه اولى، وجبناه تعال انت اعزف ويا فرقه ذكريات. مع العلم احنا ناس تعبانين على نفسنا كبار، يمكن انا اصغر واحد بالفرقه الذكريات، اصغر عضو، البقيه اساتذه وتعبانين على حالهم ودارسين موسيقى وعازفين ويا مطربين. فمن يجي العضو الجديد ينضم انه يقول لك اني ما توفي وياي، طيب حبيبي ما توفي وياك، ما احنا بنفس المكان، احنا بدنا نوفر لك الروحه والجيه، واحنا بدنا نوفر لك، فالدافع المادي بالاساس. وثاني شغله انه تصير بعض الموسيقيين يقول لك طلع بحفله، مثلا بعض المطربين الشباب اللي ياخذه بحفله بعد يبطل يريد يشتغل ويا ذكريات، لان هناك تجي فلوس اكثر. طيب انت حافظ على هذا، احنا ما راح نمنعك، امشي بطريقك والله يرزقك، بس عندك التزام هنا مره على مره تشوفه ينسحب من عندك ويريد يطلع من الباند. يعني هل في شيء مادي من وراء الموسيقى بالسويد يعني حقيقه، او الثقافه بشكل عام؟ يعني في من وراء ممكن الواحد يقدر يعيش من وراء هذا العمل، او يحترف هذا العمل يعيش من وراء؟ تحترف إذا أنت حابة تحترف، يعني توصل الموسيقى الشرقية، موسيقانا إحنا على فكرة إحنا ذكريات من عدة بلدان، إحنا عراقيين، إحنا لبنانيين، إحنا فلسطينيين، إحنا سوريين، يعني ما عندنا يعني جروب عراقي أو جروب فلسطيني أو سوري، لا إحنا متشكلين. فالشغلة إنه إحنا نوصل ثقافتنا، ناخذ من التراث السوري نوصله بطريقتنا، ناخذ من العراقي ومن الخليجي ومن باقي الدول العربيه ونوصل للناس. انا برايي انه الفكره هي هنا، انه تاخذ انت الشغله شنو تريد تشوف السويديين، مع العلم انه الدافع المادي يجي عاجلا ام اجلا، بس تقدم لي شغل. مثل انت عندك معرض لسيارات وما بي ولا سياره، شو تسوي بي؟ طيب انت قدم لي شغلك انت يا مثلا السويدين، يقول لك انت اوكي اعطينا سي في، اعطينا اي شغله عنكم، اي عمل ماتريال عندك انطيني خلي اشوف شنو انت شغلك. مو انت تجي بس انا مجرد لان اني اطلب سعر الفلاني. طيب احنا خلينا نقدم الشغل اللي عندنا، وبعدين نطلب الشيء اللي نريده. فالشباب عندهم يعني اكثر الاغلبيه مع الاسف انه مستعجلين على الدافع المادي، هو ينصب بالبدايه والنهايه على الدافع المادي. صحيح نعم.
طبعا منور سال علي. الله يخليك. اهلا وسهلا سال علي، نورت البرنامج أليكس. مساء الخير وتحياتي لكم جميعا. دكتورة سفانة كمان وجه لك تحية. محمد اهلا وسهلا بالجميع. منور سال علي، عطر الورد. مساء النور على الجميع، عطر الورد كمان. تحياتي استاذ علي السيد، انت فنان بمعنى الكلمه. الله يخليك استاذ علي. أليكس استاذ علي، انضميت فرقة ذكريات الى دار العود، ما الغايه من ذلك والى اين ترغبون الوصول وما الرساله المراد توصيلها؟ سؤال حلو، سؤال حلو فعلا. صراحة دار العود شفته هو على نفس النهج ونفس الخط اللي عندنا احنا، او تحديدا احنا الاشخاص المؤسسين الفرقه، فرقه الذكريات. دافع مو ربحي، دافع مو مادي، دافع انه انا لازم اوصل شنو موسيقانا احنا. موسيقانا مع الاسف صارت ببلداننا بطريقه يعني صارت انه قامت كل واحد يشتغل بكيفه، اصوات يعني نشاز والحمد لله كثار. زائدا الموسيقى راحت بشكل عام، يعني لا لحن صحيح ولا كلام صحيح، لدرجة أنه قاموا يجيبون كلام بذيء وإساءة بس بدافع على أساس أنه يطلع يغني. هذا دار العود محافظ على الهوية هذه، وهذه الفكرة هي اللي موجودة إحنا عندنا بذكريات، أنه نحافظ على هويتنا الشرقية. إحنا نشتغل جميع الألوان، ولكن دار العود اللي صراحة تشرفنا أن ننضم إليه. وإحنا نتشرف. أشكرك عزيزي. نفس الخط مالتنا، نفس الفكرة مالتنا، إنه خلاص أنا شفت موسيقيين هنا وكبار يفتهمون، نسوي الشغل الريدة، نقول راح اليوم نسوي فلان مقطوعة فلان مقطوعة فلان مقطوعة، نكملها ونقدمها للناس ونشوف ردود أفعال. وأنا متأكد إنه على سيرة ردود الأفعال، هل تعرضتم إلى تنمر أو إلى نقد بناء أو غير بناء؟ النقد البناء صراحة جانا من موسيقيين فعلا. مثلا يجي يقول لك انت مثلا فلان جمله لو كنت مسويها بفلان طريقه هي الصحيحه، بالنوته مكتوبه هيك. اما التنمر لا، والحمد لله الكل يتنمر. وهذا انا اعوزه انه معناها انه سبب نجاح انه لان احنا وصلنا للشيء اللي نريده. طيب انت اللي تتنمر، تعال قدم لي انت شنو عندك، شوفني. بدل ما تتنمر وتجي تقول لي مثلا انت لا غلط او الشغل مو مضبوط وما هذا، تعال اتناقش وياي، يقول لي شنو هذا، انت بمستوايه حتى نشتغل انا وياك. اذا انت مو بمستوايه ما المفروض ان تحكي بهالطريقه تنمر، لان كل انسان يقدر يتنمر على الاخر. يعني على كل حال، يعني على كل الاحوال الانسان طول عمره راح يضل يتعلم مهما تعلم ومهما قضى حياته بالعلم، وخصوصا بالموسيقى. الموسيقى طبعا بحر، يعني الكل بيعرف، حتى الناس البسيطه او الناس اللي ما بتتدخل بالموسيقى بتعرف انه الموسيقى بحر. صحيح. ودائما احنا راح نتعلم، ولذا ونحاول نتقدم دائما ونقدم شيء بهذه الادوات البسيطه وامكانياتنا البسيطه. سلام خاص الى علي كولا، سلام خاص من ربده. تحية لدار العود المحترمة، وإلى اللي بتذكرنا بالزمن الطرب الجميل، وللمبدع الأستاذ علي والأستاذ عزمات، وتحية لك رور. أستاذ علي، متى سهرت المغرب؟ متى سهرة في المغرب؟ هاي في ناس بدهم ياك تسهر بالمغرب. نعم. تبارك الله عليك استاذ علي، فنان بمعنى الكلمه والالتزام الراقي والاخلاق. شكرا جزيلا. هذا الكلام الجميل، ماني شايف تنمر هون. لا، هذول مو متنمرين. هذول انسان فعلا يتذوق الموسيقى. شوف دائما، يعني راح نجيك دائما كل الفنانين. نعم. مهما على، يعني من عندك من عبد الوهاب الى بجوز يعني أصغر فنان، دائما يتعرض إلى هذا الحكي. صحيح. وإلى التنمر وإلى هذا بيعجبه هذا، وهي الدنيا أذواق طبعاً. طبعا. ولكن نحن نحتاج نقد بناء. بالضبط. يعني في خطأ ما منصلحه بهذا الشكل. صحيح. في شيء خطأ نعمله بهذا الشكل. نعم. فما يكون النقد هدام، لأنه إحنا عم ننشر الثقافة، ونرجو من جميع المحبين الثقافة العربية واللي بيحب ينثر هاي الثقافة العربية طبعا مرحب في بدار العود. نعم. أبو أندلس كان عندك شيء بدك تحكيه.
حقيقة أنا بادرت إلى ذهني فد السؤال. حقيقة أنا بادر إلى ذهني في السؤال لفرقة ذكريات من خلال دار العود. يعني اللي حسيت إنه ذكريات لديهم رسالة فنية، وهذه طبعاً هي هدفنا كله. صحيح. ومسألة النقد اللي يتوجه لكم، هذا يرتبط، هل عندكم إنتاج خاص بكم حتى واحد يتوجه لكم بالنقد، أم أنه أنتم مجرد إعادة الغناء الشرقي المعروف، يعني الغناء وتكراره بطريقة إبداعية أو غير إبداعية؟ هنا أنا أتوقف. إذا كانت مثلاً قلد أغنية، فإذا كنت فيها أبدعت، أعتقد الموسيقي والذائق الموسيقية راح حتماً يأشر يقول إنه شيء عمل جيد طور. نعم. والشطر الثاني أقول النتاجاتكم الخاصة. نعم. هل لديكم نتاجات خاصة؟ وإذا ما لديكم دار العود ممكن أن يفتحون صفحة بالضبط للمواهب الجديدة، الشباب يجون يتعنون حتى يتقدم له. صحيح. النتاج. صحيح. صحيح. شكرا لك على سؤالك. بالبداية أنا ذكرت لك أكو اللي أعطانا نقد بناء الفنانين، والفنانين ذكروا إنه قالوا إنه فلان شغلة صح وفلان شغلة خطأ لازم أن تكون، ومشينا على آرائهم مثل ما قالوا. أما أكو ناس مثل ما تعرف أستاذ رعد إنه يريد يخليك بإطار أنه هو يتنمر عليك بس لأن هو قاعد وقاعد حاطك راسدك أنت بس يتنمر، لأن هو ما دا يقدم الشيء اللي أنت دا تقدمه، ويمكن أن يكون يريد يكون بمكانك بس ما عنده الفرصة وما عنده المجال، وأن قد يكون أن فشل بالمكان اللي هو اللي أنت وصلت له. قصدي أنه ذكريات، يعني أنه وصل لمكاننا إحنا ما ثبت جدارة، فشل. إنتاجاتنا حتى نشتغل الشغل اللي احنا نريده، احنا موسيقانا شرقية وعظيمة وبيها ألحان جدا دسمة اللي قدمناها، بحدنا ذكريات ما نقدر نسوي شيء، لازم نصير جروب كامل، لازم اكو جماعة تسندنا موسيقيين حقيقيين مؤمنين بالفكرة اللي انت بيها، مو مؤمن انه بس لشغلة انه اني اوكي اقدم لك هذا العمل ايش قد راح تدفع لي فلوس. هذا ما صار عمل، هذا صارت مصلحة. والموسيقى روح أستاذ عزم. صحيح. لازم أنا أقدم شيء جملة تطلع من داخلي أنا. نعم. نعم. الحكي كثير عن هذا الموضوع أكيد. أكيد. وراح نتابع أكيد هذا الحكي. ولكن بعد أغنية لشادية مطلوب أغنية لشادية. فريق شمس اليوم عادة هم عادة بيسمعونا عراقي. بس اليوم راح يغنونا لشادية. كيف عزماتكم؟ تمام.
أحسنتم. بس شو هاي الأغنية اللي فيها تارات و كمانية وهي حلوة غير هذا في بالكلمات هي وحياة اللي قرالي وياك من غير ميعاد لكسر الليالي ولا شو هاي تحكي على قصص يعني الحب اللي هي متبادلة بين شخص الآخر نعم كلهم مدرجة ايه بالضبط في حياه اللي قرا لي ويا من غير ميعاد لسهروا الليالي وحرموا البعاد وطفي بنار وناري وخلص منه تاري ارهاب وعود وشوي ارهاب عفوا هي مركزه في تركيزها الحب والغرام اللي هي تبادل مع الشخص المقابل صحيح حرب غراميه هاي بالضبط بالضبط احسنتم طبعا شباب جزء اول مره بتغنوا هيك اغاني كيف كان شعوركم وانتم عم تغنوا هيك اغاني إن شاء الله غيرتوا الموديل تبعكم متعودين منكم الأغاني العراقية وأحيانا الترجمة ما تنزل تحت عنا لحتى نفهم شو عم تغنوا إن شاء الله يعني راح تكون استحسان المشاهد أو المستمع الجميل أكيد طالما أكيد. يعني أنا أكيد. بعتبر طالما الإنسان بيقدم شيء جميل وهذه الإمكانيات الموجودة يجب التنوع هي وأحسنت التنوع ضروري أكيد بالمناسبة من يعرف العفو أستاذ عزمة تعرفون ألحان منو هذه؟ للجمهور ولا أنا ولا لمين؟ يعني للجمهور مثلاً قد يكون أنت تعرف أستاذ عزمة. ما هي رائسة صغيرة يعني. إيه. اللحن معه بس الفيلم هي كمال الشناوي. هي الأغنية المن؟ شادية. الشادية بالضبط. إيه. ألحان منو؟ أنا العفو من الناس سمعتوا لي أنا كل مرة هاي الملاحظة اللي تفضل بها أستاذ علي. كل مطرب عراقي ولا غير عراقي. بلد عربي ركز اكثر شيء على الكلمات المن واللحن المن نعم حقيقه اليوم كان في موضوع فنسيت هاي الملاحظه كان انا اقولها قبل كنت مجهز ايه مجهز نعم نعم اعتقد خالد الامير اعتقد يعني كلمات الحان يعني قصدك الحان لا اي اي طبعا بس مو هو 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 الحان منير مراد اللي يصير اخو ليلى مراد احسن اخو ليلى مراد هو ممثل ممثل مصري وملحن ممثل اي ستكشفها للجمهور اي اي الجمهور ما راح يوقفها الجمهور اي الجمهور لازم يفوت على اليوتيوب واول نعم جوجلها هو جمهور سلطان الشاعري اي نعم وهو يعني ما هو ملحن معروف اصلا يعني لا لا صحيح معروف كممثل اكثر سعد باقه ورد عطره للاساتذه والحضور والمايسترو علي شكرا جزيلا وعزمة طبعا شكرا للجميع وطبعا اذا بي يعني احنا عنوان حلقتنا هو النقد البناء وغير البناء فاللي عنده سؤال او اللي عنده اي استفسار في يسال الضيوف اللي معنا موجودين و كمان في عماد شكر خاص الى الاستاذ علي و الاستاذ عزمت موضوع جدا مهم صحيح هذا النقد والتنمر موجود أصلاً وخصوصاً بعالمنا العربي يعني أي شيء أي فيديو يعني أحياناً حتى على أصحاب الإعاقات تطلع تنمرات حتى بالأسمر صحيح. والأشقر تطلع تنمرات صحيح. وكذا فللأسف هلأ إذا طلع بأماكن أخرى غير بطريق الفن راح تسبب عقدة عند الأشخاص أصلاً وكثير منشوف إحنا موجودة ناس تعقدت من كثرة التنمر الموجودة فيها أو الموجود عليها طبعاً ولكن إن كان بموضوع الفن إذا كان النقد بناء فإحنا راح يصير في تطوير نعم. أما إن كان النقد العكس تماماً فأنت المتنمر راح تحرم نفسك من أنه الفنان يبدع ويقدم لك شيء نعم فبكل الأحوال التنمر مش كويس بكل الأحوال ولكن النقد البناء لازم يكون موجود أكيد. يعني إذا حدا بيشوف شيء خطأ وعنده شيء أصح راح نصححه بالضبط بالضبط أكيد مثل ما تفضلت أستاذي عزمة أكو بعض الفنانين الشباب أصوات حلوة صراحة أو قد يكون حتى من جامل يجي يطلع منهم شيء مثل ما نقول إحنا أكو بصيص أمل بالموسيقى ممكن يتعلم من تجي سالفة التنمر ينردعون ويقعدون نعم
والشخص المتنمر هو قصده ان يوقف هذا الفنان حتى ما يتطور. زين انت لا انت تتطور ولا تخلي غيرك يتطور. بالضبط. شلون هو الموضوع؟ على كل الاحوال الفنان اللي عنده رساله او اللي عنده اصرار ومؤمن بنفسه راح يتطور اكيد حتى لو كل الكون بعادي. نعم. وانا اضيف ما يتوقف انه عمل العمل اللي هو راغبه إذا مؤمن به صحيح. كل عمل مو شرط حتى الموسيقى، أي عمل هو يكون راغبة روحيا يكون هو ماشي على خطوات صحيحة بحيث إنه يوصل إلى الهدف اللي هو راسمه في هذا المنتوج أو هذا العمل، بالنتيجة راح يحصل الشيء اللي هو كسبه. أنا خلي يحكون الناس أنا راضي عن شيء، أكو ناس تقيم هذا العمل، أكو ناس تحاول تحبط هذا العمل لأن ما يوصل هذا المستوى للشخص صحيح اللي هو واصل له. فلذلك موجودة هاي عادات موجودة حتى على مستوى الموسيقى على كل المستويات. فأنا أكيد على كلام أستاذ علي مثل ما تفضل به حضرتك أنت. مرت في قصة شخص وجه له تحية بس ما بدنا نذكر الأسماء. شخص ثاني عم بيتعلم آلة موسيقية وهذا الشخص هو أصلاً موسيقي. فدائماً ينقده. ينقد الشخص اللي عم يتعلم جديد. نعم. أصابعك خطأ. يروح هذا الشخص الثاني يأخذها بعين الاعتبار ويروح يصلح أصابعه يتمرن يضبط أصابعه. نعم. بعد مثلاً بعد شهرين ثلاثة يصير في تقدم عنده بالأصابع. فيجي يقول له لا لأنه الريشة عندك فيها خطأ. يروح هذا الشخص يأخذها بعين الاعتبار ويروح يتمرن ويدور يبحث عن أساتذة ويتمرن ويطور نفسه وكذا لدرجة أنه صار المستوى هذا اللي عم بتعلم أعلى من المستوى الآخر أعلى بكثير يعني المتنمر. بشوي أكثر بشوي من هذا المتنمر. بعد فترة لا لأنه الفنان الفلاني العالمي بيشتغل هيك أنت ما بتشتغل هيك وظل هذا يطور بنفسه ويطور بنفسه واحد ظل بمكانه بس عم يحكي والثاني صار يعزف كويس ومع أحسن الفرق. صحيح صحيح. بس كلمة صغيرة أضيف إلى كلامك أستاذ عزمي، هاي الحالات موجودة حتى مكان يخدم على مستوى الإنانية موجودة داخل الإنسان. مرات واحد من يحس أكو تطور عند المقابل عدم التشجيع للمقابل. إحنا نلاحظ المصريين من بعض الأشياء البسيطة شوف رأسا يشجع هذا الموهبة اللي موجودة ويخليه حتى لو كان فيها أخطاء. صحيح. يقول لك أنت الأخطاء بالمستقبل راح تتعلمها. صح. لذلك هاي الحالة أن الشخص اللي هو يمتلك نوع أنا أعتبره في الإنانية داخله يعني عدم الروحية الطيبة اللي يمنحها للشخص. نعم. فيبقى هذا بالركود وذاك الشخص مثل ما تفضل أستاذ عزمة صاعد إلى مستوى رقي ويتعلم موسيقى ويكون بالضبط بالضبط صحيح صحيح. شخصيات ملتقى النقد تختلف ويغني موجود ناس حتى إذا وصلها نقد بناء تحبط حتى وإن كان بناء. وهنا لازم المتلقي يكون عنده ثقة وانفتاح وإيمان باللي عم بيقدمه. نعم. طبعا حكي كثير عن النقد نرجع طبعا من الناقد ومنقرأ كل التعليقات بس هذا لازم نقرأ وهذا اللي فرقة ذكريات راحت علينا. الفنان عن السيد صاحب فضل كبير على ظهور وتعليم كثير من الفنانين الشباب. تحية لك طبعا. مطلوب يا مسافر وحدك. مسافر وحدك ليش بدك تسافر لوحدك؟ وبعدين في قالوا يعني لك وحشة كثير من المغرب يعني متوحشين لك فبالتالي ان شاء الله مشتاقين لك ان شاء الله المغرب. شو قصة المغرب هاي راح نحكي عليها بعد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
سعدك. سلام. هاي ريشة ما عم ترجع تشتغل، شكلها بدنا ننزل مرة ثانية. هي هذه متعرضة للتنمر. إيه بالضبط، هذا من التنمر. نعم. هذا جزء من التنمر. بالضبط. 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 أكيد معروفة ألحان مين؟ لا فريد العطرش. يا بجوز عبد الحليم. فاطمة عزف روعة من الأساتذة الكبار في موسيقى. شكرا. لقاء أنيق، الله يحفظكم.
ودعني من غير ما يسلم. الله الله صحيح. يا مسافر وحدك رائع العملاق محمد عبد الوهاب، بيطلع لك جائزة عنا تغني أغنية، تغني نفس الأغنية. نوري أستاذ علي وأستاذ أزمت. جزيلا. دعونا نرجع إلى فرقة شمس. شمس. إحنا لحد الآن فرقة شمس يعني بعد هي ما معروفة للهوية العامة. إيه. لذلك التحية واعتزازي لكم اثنينكم. شكرا. خلي خاطر الجمهور يعرف فرقة شمس من الحلقات القادمة إن شاء الله، خاطر يكون لها ترحيب أكثر. على الميكروفون. أكيد. لازم نحكي على المايك إذا بتحب، إذا بتحب تعيد الجملة على المايك عشان تقدر تطلع باللايف. من الملاحظ إنه فرقة الشمس لأنه تلتقي بدار عود لأول مرة بهذا البرنامج، فإذا نشوف الترحيب ماكو في الذكر لفرقة الشمس ولذلك محصورة بس حضرتك وأستاذ علي. فإن شاء الله الأيام القادمة راح تنعر فرقة الشمس وبتطورها وأغانيها الحديثة، وشكرا للمستمع والمشاهد. الله يسعدك. طبعا أنتوا من أهل الدار، يعني أنتوا لازم ترحبوا فينا أكثر ما إحنا نرحب فيكم إن شاء الله. فينا نرسل أنتوا منه وفينا طبعا. فرقة شمس حقيقة أول إطلالة إلها بأول إطلالة لدار العود، مشارك أساسي كان في طبعا طبعا، لكن قلة الإنتاج ربما هو عدم كورونا. نعم كورونا صحيح. وعندنا انتاجات خاصه ان شاء الله نقدم لها. اكيد. ابو اندرس انت عندك كتابات وبتكتب شعر وبتكتب حتى بتلحن، عندك هيك تجارب وكثير الحان حلوه كانت عم تطلع وكذا، ليش ما يعني تابعت بهذا المجال؟ هل الفرقه اعترضت على الشكل او اللي تعرضت للتنمر؟ هو حقيقة هو هذا جزء من عنده، وأنا أحب أن أكون صادق أي فيما أقول، يعني أنه إحنا عندنا لفرقة شمس ألحان خاصة بها، وعندنا حاليا نشتغل على لحن إلها، وطبعا مساعدة فرقة دار العود، وإن شاء الله يشوف النور بالأيام القادمة وأعمال قادمة. عندنا كثير، عندنا خزين كلش كبير، بس يريد له بس نوضب أدواتنا بشكل صح ونقدمها. دكتور عبد الوهاب، هذا اللحن يوناني وأغنية لونانية. صحيح. نعم صحيح. و أتصور إيطالية يا وأنا أتصور إيطالي. نعم. مع ذلك تحية لك دكتور. نتمنى نسمع شيء من فرقة شمس. أكيد راح تسمعوا شيء أكيد، بس ما راح نسمع شيء تنمر يعني. لا لا طبعا. النقد يصير على أغنية شرم ربما. ممكن هو اللحن يكون يعني أنا ما عندي يعني معلومة 100% أنه لحن يوناني أو إيطالي حقيقة. طبعا هي مو سهل للإنسان يأخذ أغنية حتى يعني من أي لحن غربي وشرقه يعربه يعني. أوكي هلا هو إحنا اشتغلنا طبعا نهواند وما فيها أي علامة شرقية، صحيح الترجمة صحيح. نعم، ولكن الجمال موجود بكل العالم يعني. الأغنية الجميلة راح تظهر إذا كانت شرقية أو غربية. هي المقطع الأول سفانا، شو القصد بالمقطع الأول؟ هو يوناني يعني أم إيطالي؟ طبعا إحنا مو هذا موضوعنا، بس مع ذلك إحنا لازم نعرف أصول الأغنية ونعرف أساسها من أساسها. طبعا شكرا على المعلومة دكتور. ودائما احنا نتعلم ان كانت لمن ما تكون، ولكن هي احنا كعرب سمعناها من شادية، وهذا احسنت اي، وهذا لا سمعناها من اللي هي ها انت عفوا ان احنا عم نحكي عن اغنية عبد الوهاب. صحيح. عبد الوهاب طبعا يعني ضاف المقطع الشرقي اللي هو طبعا ولا كل فرق العالم الغربية بتقدر تضيفه حقيقة، لأنه ما عندهم أصلا شيء شرقي.
فهذه الإضافة قد يكون ماخذ جملة تلالب بارم بارلب بارم هيا لا نفسها مو وجود سامحة شرقي لا مو شرقي إضافات الشرقي إياه جبع لاحقا بس اللحن كروح لحن هو قائم صحيح يعني كمهندس كعبد الوهاب مهندس نعم أحسنت هو في شلون ينقف الفكرة ويبنيها فهذا هو موضوع بالنسبة للموسيقيين الحرفيين العقوبي يعني هو يتكلم قال بالبدايات أخذ حقيقة حتى الكبار حتى من فريد لما يعني عزف مقطوعة ومقطوعة الشهيرة اللي هي من أول همسة مأخوذة من مكان إسباني ولكن هم ما كانوا يعني بين قوسين يعني يتعمدوا السرقة ولكن يكون عم بيشتغل بلحن معين تيجي هذه الجملة بتحسها راكبة بهذه الجملة ويطورها ويطور الفكرة أصلا وكان كثير حتى في عبد الحليم مثلا كامل أوصاف هي متخذة وحكى متخذة من التراث الحلبي هو يعتبر تحوير عفوا يعتبر تحوير باللغة الفنية اللي يقدم مثل أي مصلحة تكون يعني يقدم هذا الشيء بمعنى يخلي يحس إن البرنامج راح يكون كامل أنا يعني أنا مع أنا على فكرة أنا مع إنه اللحن يجدد حتى غربي أو شرقي ولكن يحكي يعني يحكى إنه هذا اللحن أو فكرته متخذة من المكان الفلاني هذا متخذ من التراث الفلاني أو هذا هذه الجملة للفنان الفلاني هو اللي كتب أنا مع هذا الكلام ومع التطوير إذا أغنية جميلة من 100 سنة نطورها وحتى لو حطينا كلام عربي أو إنجليزي أو إسباني أو أي شيء نطورها ولكن لازم نذكر صاحب الأغنية لأجل الحق يعني طبعا يا ريت لو تبتمعونا شيء من التراث العراقي أكيد جمهوركم كتير عراقي فشكله اليوم ما راح يسمعوا شيء عراقي ولا شو ما حنشوف شيء عربي شادي يا ما علقوا على شادي فعلا طبعا يا من المعلقين كثيرين منهم عندهم اهتمام بالموسيقى ويعزفون نعم فأتمنى هاي دعوة إنهم أيضا يزورون دار العود يجون يتواجدون بها حتى لو ما يقدمون شيء منهم دكتور عبد الوهاب نعم دكتور عبد الوهاب صحيح قدم هذا عدة مرات دعيته وكثيرين دعيتهم من اللي عندهم اهتمام بالموسيقى وعندهم يعني ميول الموسيقى نعم فيجون هنا ينمون الموهبة مالتهم نعم هي احنا طبعا ندعو كل الى كل من يهوى الموسيقى دار العود فانت جزء منها فاي حدا بيحب الموسيقى او يهوى هذه الموسيقى او عنده رساله نثر الثقافه الشرقيه باوروبا او حتى بالعالم كله فهذا راح يكون منبر له طبعا احنا مو بس موسيقى موسيقى وشعر وروايات مسرحيات أي شيء يتعلق بالثقافة فهذا منبر إلى الجميع نسمع شعر عراقي نسمع يلا
أحسنتم طبعا أحسنتم، وهذا التراث العراقي الجميل طبعا أكيد. نعم لا شك. علي السيد، شو النصيحة والرسالة اللي فيك توصلها للجمهور أو للناس اللي بتابعك؟ نشيل الحقد من داخلنا. أنتقدك، أنتقدك لأن أريد أطور العمل، أريد أطورك أنت كشخص، أحبك، أحبك أنت كشخص. مو بالضرورة أنه قد تكون أكو مصلحة بيني وبينك، خل تكون الموسيقى هي المصلحة اللي بيني وبينك. بالنهاية أنت إلك حياتك وأنا إلي حياتي، فنشيل الحقد من داخلنا أحسن، الموسيقى تطلع أحلى وهي غذاء الروح. فإذا واحد روحه حلوة صار الشغل حلو. نعم أكيد. فرقة شمس شو بتقدموا نصائح أو شو عندكم أفكار تقدموها؟ إلهام لازم تحكي هلأ، سيدات طبعا. والله إحنا نريد ينتمون إلى النساء، أعددنا قليل، دعوة حلوة، إيه دعوة خاصة لكل اللي عندهم أصوات حلوة يجون ينتمون ويانا. وإحنا عندنا مشاريع جديدة إن شاء الله، مثل ما قال أبو أندلس إن شاء الله نسجل وتسمعوها إن شاء الله. دائما بالجد وبالإصرار وبالمثابرة لازم يطلع شيء. احنا عندنا المثابرة صحيح، وهذا انا اشهد. المثابرة موجودة وانت تشهد. صحيح اشهد صحيح. وعندنا كلمات وعندنا إلحام، فكلها قريبا ان شاء الله راح تظهر ان شاء الله. ابو بس اضيف مثل ما قال انه مستقبلا اذا شوفونا بجلسه فقط عراقيه باغاني جوز حتى مالتنا اكيد راح تكون اكو فد هيبه للفرقه. لانه الالحان وكلمات مال الفرقه اكيد تكون مو بس تقليدي، بس تقليدي ينمحي الواحد صحيح، بس جديد. بس المفروض احنا تكون عندنا امكان، صراحه ما حكوا عن امكانيه، امكانيه الماديه ما عندنا يعني هاي بالقوة نقدر ندبر ملابسنا وما شنو، فيحتاج لنا إمكانية مادية نقدر نسوي تسجيل. إذا سجلت أي أغنية من أغانينا في استوديو وانعرضت مرة مرتين يقوم المستمع يسمعها يعرفها، بس إذا هيك مال مرة مرتين تروح. ولذلك الأغاني القديمة عبد الحليم أم كلثوم لأن هالقد ما سمعها الإنسان يكون حافظها. نعم طبعا حكينا إنه الفن للأسف يعني نادر ما يكون فيه أمور مادية، فكتير أنا أعرف ناس ومن ضمنهم ناس عم تشاهدنا هم يصرفوا على مواهبهم، يعني حتى بيسجل أغنية في صوت وفي لحن وفي عزف وفي كل شيء، ولكن ما في من ينتج هذا العمل. صحيح. وهم طبيعتهم أو يعني بيشتغلوا شغل آخر وموهبتهم الموسيقى ويدفعوا عليها يعني حتى، فأكيد إحنا ما فينا نأخذ شيء من وراء الموسيقى قبل إحنا ما نقدم. أبو أندلس طبعاً عندك وجهة نظر. طبعاً أكيد. يلا. طبعاً أكيد بالنسبة إنه هي تكون دعوة أولاً مثل ما ذكرتوا، دعوة للمحبة وللتسامح، وهذه شغلة مهمة، ومن ثم التوجه نحو غذاء الروح. غذاء الروح هي الموسيقى. وأذكر البارحة أنا أتابع أحياناً شفت رقصة، راقصة الباليه المعروفة اللي رقصت في بحيرة، الراقصة الرئيسية بحيرة البجع. نعم. ففقدت الذاكرة هي، ولكن لما ذكروها في هذا المقطع اللي هي أدته تذكرتها وأدته وهي بهذه الشيخوخة أدته بالتفاصيل. إذن الموسيقى هي غذاء للروح. نتمنى للآخرين أنه يتواصلون مع هذه الحياة، الحياة هي أيضا الموسيقى ونتمتع بها كل إحنا. شكرا لكم. كلمة أخيرة حقيقة ذكروا الإخوان أخ رعد وجمال والخوات موجودات، أنا أقول الفن بروح الإنسان متعايش من سنين، يعني هاي السنين القديمة اللي هو خزين يعتبر. أنا أحكي عن نفسي، أنا من صغير أنا فنان أغني ولكن حسب إمكانيتي اللي أنا أقدر بيها. طبيعة الفرقة الآن اللي إحنا يعني من فترة اللي أنا يعني أكون كنت وياهم، إنه الفرقة منسجمة بالكلام وتقدم لحين، لكن إمكانياتها محدودة مثل ما ذكر الأخ جمال، وهاي الإمكانية رادلها إحنا لازم نندعم بالشيء اللي نقدر خاطر
نقد نمشي مثل ما حضرتك انت تعزف العود واستاذ علي يعزف الاورج مثلا، خاطرني هذه فرقه الشمس تبين لها مواهبها وكلماتها ولحنها الخاص. احنا لحد عنده يشتغل على وضعنا الخاص يعني على امكانياتنا اللي نجي نحضر نسوي بروفه بلقاء وهذه وين. فاني اتامل واتمنى من يعني تتطور هاي الفرقه وان شاء الله المستقبل يكون افضل واحسن، والروح الفنيه هي موجوده ترى كل من عندنا موجود عنده روح فنيه وحبه لهذا الفن. والشكر الخاص والكثير اللي انا اوجهه لدار العود اللي احتضننا خلال هاي الفتره، وهذا يعتبر بيتنا الثاني والعاملين به مثل حضرتك استاذ علي ونتامل ان شاء الله المستقبل هو الاحسن والاحسن. وشكرا أكيد. لكم شكرا هي السهره معكم اكيد جميله استاذ علي واكيد فقط شمس، ولكن الوقت يداهمنا. بس العفو استاذ عزمه انا خصتك ثواني بس. نعم. انا اوجه بس تحيه والاهلي بالمغرب. اي صحيح هذا أي. راحت علينا هذه راحت علينا اي بس هم عائلتي الثانيه صراحه. واقول لهم كان حبكم بزاف وكان ابغيكم بزاف، وان شاء الله راح نلتقي على بالصيف ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. دائما على المحبه والفرح نلتقي. نعم. والى اللقاء في حلقه جديده، تصبحوا على خير.